في بحث 12 في دورية نيتشر، نيتشر دي واحدة من أهم وأبرز وأقوى الدوريات العلمية اللي موجودة في الوجود. طيب إيه ال 12 في نيتشر؟ ال 12 في نيتشر بيتكلم على طبيعة المواد اللي تم استخدامها في عملية التحنيط عند قدماء المصريين أو المصريين القدماء. ده من خلال مجموعة من الكتابات اللي باللغة الهيروغليفية بطبيعة الحال على بعض الأواني الفخارية، واللي كانت بتستخدم، الأواني اللي بتستخدم في حفظ المواد بتاعة التحنيط. طيب البحث ده توصل إليه المركز القومي للبحوث بالقاهرة بالتعاون مع فريق عمل بحثي من جامعتين في ألمانيا لاكتشاف طبيعة هذه المواد التحنيطية في مصر القديمة. تعال أقول لك كده هم بيتكلموا على إيه. ده احنا معنا دكتور مصطفى إسماعيل، عضو مشروع مقابر العصر الصاوي بجبانة سقارة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. كنا بس انا لسه ما خدتش الدكتوراه، انا عضو في مشروع مقابر العصر الصاوي. كويس. تبع جامعه توبينجن في الاشتراك مع وزاره الاثار المصريه. اعتبرها فقل طيب. ان شاء الله. دكتور واستاذ دكتور جداً باذن على الله. المقدمه اللي حضرتك قلتها، ولكن انا حابب قبل ما ابدا واتكلم معاك في تفاصيل البحث ال 12 في مجله النيتشر، ان انا ارجع معاك بالزمن ورا شويه سنه 2016، ودي بدايه المشروع اساسا. المشروع كان بقياده المرحوم الدكتور رمضان حسين. رمضان حسين هو ابن وزاره الاثار المصريه، ولكنه في هذا التوقيت كان استاذ بجامعه توبينجن الالمانيه. رمضان حسين كان عامل مشروع هدفه توثيق وإعادة حفر جزء من المقابر الفارسية أو المقابر العصر الصاوي في جبانة سقارة جنوب هرم أوناس. في 2017 كشف رمضان حسين عن بير، تمام؟ هذا البير لقى فيه مجموعة كبيرة من الكسارات الفخارية إلى جانب عدة أشياء أخرى. الشيء المهم جدا في الكسرات الفخارية اللي لقاها رمضان حسين كان إنها مكتوب عليها أسامي بعض المواد المستخدمة في التحنيط. مش بس كده، مش بس مجرد أسماء الزيوت والمواد المستخدمة، لا، ده كان فيها كمان مجموعة من التعليمات اللي كتبها الكهنة المصريين القدماء على هذه الأواني عشان يتم تنفيذها أثناء عملية التحنيط نفسها. الحقيقة دكتور رمضان حسين الله يرحمه كان شخصية مصرية عبقرية ووطنية جدا، يعني في الوقت ده رغم انه كان استاذ في جامعة توبينجن الالمانية وبيمثل جامعة المانية، الا انه كان عنده بعد نظر شديد جدا، وقرر في بعد الاكتشاف انه يكون فريق دولي مكون من علماء اثريين كيميائيين من جامعة توبينجن ومن مركز البحوث في مصر عشان يستخدموا أحدث التقنيات في تحليل هذه الأواني اللي مكتوب عليها أسامي الزيوت والمواد المستخدمة في التحنيط. كان الحقيقة الله يرحمه بيهدف لنقل الخبرات اللي عند العلماء الأجانب للجانب المصري، وفي نفس الوقت يخلي الجانب المصري ينقل لهم الخبرات اللي موجوده عندنا هنا في مركز البحوث. فيعني هو كان يعني طموح جدا، لكن للاسف ربنا ما ادالوش العمر كفايه انه يشوف نتائج بحثه، ويمكن دي من اخر الحاجات اللي كتبها. خليني اكمل لحضرتك تاني ان البحث ده يعني الفريق الدولي اللي كونه دكتور رمضان حسين بيتكون من علماء من عدة تخصصات، منهم مثلا ماكسيم وسانتيانا
دول أثريين كيميائيين، ومعاهم في الجانب المصري دكتور محمد إبراهيم ودكتور محمود بهجت ودكتور أحمد يوسف من المركز القومي للبحوث. كل هذا الفريق استخدموا عدة منهجيات عشان يحللوا المواد دي، تمام؟ يعني إحنا الأسامي اللي كانت مكتوبة على الأواني دي كانت مكتوبة بالخط الهيراطيقي اللي هو أحد الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة، بالإضافة لبعض الأجزاء من الخط الديموطيقي. دكتورة سوزانا بيك اللي هي المدير الحالي للبعثة اشتغلت على ترجمة هذه النصوص، وفعلا فريق العمل قدر ينتج معلومات قيمة جدا عن ماهية هذه الأواني وفائدتها وإيه اللي بتكشفه لنا عن التحنيط في مصر القديمة خاصة في الأسرة 26. عظيم. طب السؤال بقى، نتيجة البحث كانت إيه؟ يعني ما الذي تم إضافته لنا يعني مش هقول طبعا حضراتكم كجمهور من العلماء، لنا إحنا كناس يعني مستقبلين لمثل هذه المعلومات، هل اكتشفنا شيء جديد؟ هل اكتشفنا شكل من أشكال كيفية قيام المصريين القدماء بالتحنيط، واللي أعتقد أنه لازال حتى الآن أمر معقد ومش معروف؟ الحقيقة طبعا الاكتشاف مهم جدا. هدي لك بعض الأمثلة البسيطة من النتائج اللي بيضيفها هذا البحث اللي قام به المرحوم الدكتور رمضان حسين وباقي أعضاء الفريق. مثلا عندنا مادة كانت بنلاقيها دايما في على الجدران المصرية في قوائم القرابين او مكتوبه في البرديات، اسمها عينتيو، تمام؟ دي كانت بيتم استخدامها بكثره في وصف عمليات التحنيط. الماده دي لو حضرتك فتحت اي كتاب او اي مرجع متخصص هتلاقيها ان هي بيتم ترجمتها على انها ماده الصمغ العطري. ولكن في الحقيقه ان نتائج البحوث اللي تم اجراءها على الكسارات كشفت ان هي عباره عن خليط من زيت خشب الارض السيدر اويل وزيت العرعر او الثرو، بالاضافه الى بعض الدهون الحيوانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيضيفها قيمه هذا البحث هو إن زي ما دكتور رمضان الله يرحمه كان دايما يقول إن علم المصريات هو جدير جدا إن يكون نقطة التقاء بين العلوم الإنسانية اللي هي الهيومانيتيز وبين العلوم الطبيعية اللي هي الناتشرال ساينس، والبحث ده مثال حي للي كان دايما بينادي بيه دكتور رمضان حسين في حياته. لذلك هذا البحث غير انه بيضيف للمعلومات اللي احنا عارفينها عن التحنيط، هو بدأ بالفعل يغير كتير من اللي احنا عارفينه. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو بيلقي الضوء على اهمية العلوم الطبيعية كوسيلة او كأداة مساعدة لعلم المصريات. طب ده شيء رائع جدا. أنا كده بدأت أحاول أفهم أو أربط مجموعة من الحاجات. عايز أشكرك الأول دكتور مصطفى باعتبار ما سيكون في القريب بإذن الله، دكتور مصطفى إسماعيل عضو مشروع مقابر العصر الصاوي بجبانة سقارة.